أقام مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري حفل استقبال لأسر الشهداء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث عرض أبناء الشهداء أفكارا تثقيفية وتوعوية تخص الشهر الفضيل إلى جانب بعض الأنشطة المتنوعة للكبار والصغار. اليوم نجتمع مع مجموعة من أسر الشهداء في يوم قريش. يوم قريش يوم تقليدي، أسر الكويتيين يجتمعون عادة يتشاوفون عشان تكون لقاء أسري، فنفس الفكرة يقيمها مكتب الشهيد سنويا مع أسر الشهداء. تميز لقاءنا السنة بكوكب من أبنائنا، أبناء الأكاديمية المبدعين، أبناء اللي كانوا ويانا خلال العام هذا كله، شغالين موجودين في بوثات، كل واحد يعرض شنو عنده من موضوع ثقافي ثقف في أسر الشهداء الآخرين يقدمون لهم. في عندنا رح يكون في جانب قهوة شعبية، قهوة يقعدون الأسر ويتباحثون بأحوالهم وأخبارهم الخاصة. بعدين رح في مجموعة من البرامج التثقيفية ستقدم على الستيج لأسر الشهداء. طبعا اليوم عندنا فعالية استقبال شهر رمضان المبارك. تميز السنة هذه من خلال هذه الفعالية أن البرنامج تم إعداده من قبل أبناء الشهداء ومن خلال فريق التطوعي. طبعا فريق التطوعي تم إنشاء خلال هذه السنة من خلال إعداد عدة دورات خاصة في الأبناء، وتم عملها في أرض الواقع من خلال زيارتنا إلى أندونيسيا والقيام بأعمال تطوعية للأيتام وافتتاح قرية شهداء الكويت. الآن استمرينا معهم من خلال عمل هذا المعرض الخاص في شهر رمضان، وأيضا من خلال الندوات اللي نقيمها اليوم. طبعا كل شغلة حصلت اليوم في هذا المهرجان هو من عمل أبناء الشهداء، وهذا اللي من احنا دائما او بدينا نستعد له او جاهزين دائما لهذه المهرجانات. مثل هذه المهرجانات نظمنا قريش، القريش اليوم اللي يتكون من كذا ركن. عندنا ركن الفروسيه، ركن الزراعه، عندنا طب الاسنان مشاركين ويانا، مستشفى الفروانيه، مستشفى السيف، عندنا كباتن على اساس يعلمونا الرياضة في رمضان. عندنا مسؤولة تغذية راح تعلمنا إن شاء الله اليوم بالمحاضرات شلون التغذية السليمة اللي راح تكون برمضان. معكم دلال سعد، اليوم مسوين فريق البوم الكويتي في رمضان. معكم أخصائية التغذية العلاجية دلال علي أبو حمدي بنت الشهيدة فاطمة عبدالله العصفور. اليوم أنا راح أتكلم عن شلون نخلي تغذيتنا صحية في رمضان، ومثل ما أنتم شايفين عارضة أكلات كويتية رمضانية، شكثر فيها سعرات حرارية وشكثر فيها كربوهيدرات. يعطيكم ألف عافية.